السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز للأنباء، أهلا بكم. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين في قصف للاحتلال على منزل في مدينة غزة، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي الشيخ رضوان. وذكرت مصادر محلية أن من بين المصابين جراء هذا القصف 8 أطفال على الأقل، فيما ساعد المواطنون فرق الإنقاذ في انتشال الشهداء. أعلن متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون سيناقشان الحرب في قطاع غزة في اجتماعهما المقرر اليوم السبت. وأفاد كيربي أن بايدن سيتحدث مع ماكرون عن الضغط من أجل اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ما زالت تنتظر رد حركة حماس الرسمي على الاقتراح. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن سيسافر إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي. أعلن حزب الله استهداف جنود للاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب بقذائف المدفعية. كما كشف حزب الله قصف تجمع لجنود الاحتلال في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية. يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر عن أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات الجليل الأعلى. أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسي عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية، وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للمسيرة ودمرتها في أجواء المقاطعة، وأوضح أن عملية إسقاط المسيرة لم تسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية أو مادية. أعلنت السلطات الدنماركية تعرض رئيسة الوزراء ميرتي نيفتكون للاعتداء على يد رجل وسط ميدان بيكوجن، وأشارت الشرطة إلى أن الشخص المعتدي تم توقيفه دون تقديم المزيد من المعلومات حول الملابسات أو الدوافع. يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسة الوزراء مصدومة من الحادث. مشاهدينا، نهاية موجزنا، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.